دائما أقولها، السهم أهم شيء عندنا ما يكسر 33 على النظرية، وهو كان قاع نوفمبر، والآن السهم قريب من هذا الدعم. طبعا السهم ما زال لسه ضعيف، ما لم يتحرك، لم يتقدم، لم يتخطى حتى 37 من جديد. 37 هي عنوان جميل في حال الاختراق من جديد للسهم، لأنه ممكن يفك الجبهة نحو مناطق 42-43 مرة أخرى. أما وجودكم اليوم عند 34.5 ما هو إلا وجود فوق مستوى دعم 33-42 هللة. هذه لو كسرت منطقة المحافظة على الأرباح أو منطقة وقف الخسارة. السهم يا أخوان ترى ما صحح زي بعض الشركات الأخرى، لكن أخباره جيدة، أموره طيبة، قوائم المالية حلوة، إن شاء الله يحافظ على هذا المستوى ويرجع يبني موجة صاعدة من جديد. نسأل الله التوفيق من ملاك السهم.